بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم آمين. أهلا وسهلا وحياكم الله إخواني وأخواتي في برنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها. كتاب العربية بين يديك، الكتاب الأول، الجزء الثاني، ونحن ولله الحمد نصل إلى الوحدة السادسة عشرة. هذه الوحدة تتكلم عن العطلة، تتكلم عن العطلة. ماذا نعني بكلمة العطلة؟ نعني بها وقت الإجازة، أو the vacation or the off day. Okay. نسميها عطلة باللغة العربية، مثلها مثل راحة، مثل إجازة، وغيرها من الكلمات. طيب، لدينا في هذه الوحدة مجموعة من الدروس. سنأخذ الدرس 136. الكتاب الأول، الوحدة السادسة عشرة، العطلة. الدرس 136 بعد 100. الحوار الأول، انظر واستمع. كم عيدا في الإسلام يا أبي؟ في الإسلام عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى. متى يكون عيد الفطر؟ بعد شهر رمضان في اليوم الأول من شوال. ماذا نعمل في يوم العيد؟ نعطي زكاة الفطر للفقراء. وما زكاة الفطر؟ صاع من طعام عن كل شخص. وماذا نفعل بعد ذلك؟ نصلي صلاة العيد ونزور الأهل والأصدقاء. ومتى يكون عيد الأضحى؟ في اليوم العاشر من ذي الحجة. وماذا نفعل في عيد الأضحى؟ نصلي صلاة العيد ونذبح الأضحية ونزور الأهل والأصدقاء. والآن جاء دورك، انظر واستمع وأعد. كم عيدا في الإسلام يا أبي؟ في الإسلام عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى. متى يكون عيد الفطر؟ بعد شهر رمضان في اليوم الأول من شوال. ماذا نعمل في يوم العيد؟ نعطي زكاة الفطر للفقراء. وما زكاة الفطر؟ صاع من طعام عن كل شخص. وماذا نفعل بعد ذلك؟ نصلي صلاة العيد ونزور الأهل والأصدقاء. ومتى يكون عيد الأضحى؟ في اليوم العاشر من ذي الحجة.
وماذا نفعل في عيد الأضحى؟ نصلي صلاة العيد ونذبح الأضحية ونزور الأهل والأصدقاء. طيب، ربما العرض ليس واضح كما ذكر أخي تجاني، سوف أعيده مرة أخرى. طيب، هل العرض الآن واضح أخي تجاني؟ نعم أستاذ، نعم واضح. نعم، طيب، بارك الله فيك أخي تجاني وبقية الزملاء الكرام وكذلك الزميلات. إذن الحوار الأول كان بين الابن والأب، الابن the son والأب the father، أوكي؟ نحن نعرف ذلك. وطبعا كان يتكلم عن كم عيدا في الإسلام، العيد أو أنواع العيد في الإسلام. أخبره بأن لدينا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، ثم تكلم تفصيلا عن عيد الفطر وأيضا عن عيد الأضحى وما يعمل فيهما. نذهب الآن إلى الكلمات الجديدة. الوحدة السادسة عشرة، العطلة. الدرس السادس والثلاثون بعد المئة. المفردات: زكاة الفطر، فقراء، صاع، شخص، عيد، يعطي، أهل، أضحية. طيب، هل الشريحة واضحة أخي تجاني؟ نعم أستاذ، نعم. طيب، الحمد لله. إذن المفردات كما ذكر، المفردات هي زكاة الفطر، وهي نوع من أنواع العبادات وركن من أركان الإسلام الخمسة، هو تأدية الزكاة. أيضا لدينا الفقراء، وهي مجموعة من كلمة فقير. صاع، وهو الحساب أو الكمية التي يحسب بها الزكاة. شخص، person we can say. عيد، وهنا أخبرناكم عيد بمعنى يعني اسم لوقت مناسب يستخدمونه الإسلام، في عيد الفطر أو عيد الأضحى. يعطي، give، okay. أهل بمعنى عائلة أو أسرة. أضحية، وهذه ما نستخدمها في عيد الأضحى. طيب، سوف نجيب عن الأسئلة باختصار. ما هي الأسئلة؟ الأسئلة التي أمامنا نجيب عن هذه الأسئلة من خلال المحادثة التي استمعناها قبل قليل. ما العيد الذي يأتي بعد رمضان؟ ما رأيكم؟ ماذا نسميه؟ عيد الفطر. عيد الفطر، ما شاء الله تبارك الله، أحسنت أخي محمد بشير، نسميه عيد الفطر، أحسنت. طيب، والعيد الذي يأتي بعد الحج ماذا نسمي؟ عيد الأضحى. أحسنتم، ما شاء الله. متى نعطي زكاة الفطر؟ قبل صلاة عيد الفطر. قبل صلاة عيد الفطر، وهذا في اليوم الثامن عشر أو في اليوم سوري في اليوم الثامن والعشرون أو التاسع والعشرون، أو قبل الصلاة، ليس بعد الصلاة، قبل الصلاة. طيب، لمن نعطي زكاة الفطر؟ الفقرات، للفقراء. أي فقراء. ما زكاة الفطر؟
ماذا من صاع من طعام؟ نعم أحسنتم، صاع من طعام عن كل شخص، صاع من طعام عن كل شخص. متى نصلي صلاة العيد؟ متى نصلي صلاة العيد؟ بعد خروج الشمس. أحسنتم ما شاء الله تبارك الله، بعد شروق الشمس. متى نذبح الأضحية؟ بعد صلاة العيد، بعد صلاة العيد الأضحى. أحسنتم. متى نزور أو من سوري من نزور أيام العيد؟ من نزور؟ أهل. الأهل والأصدقاء، ولكن هنا ذكر الأهل والأصدقاء. ما العيد الأول؟ أيهما أول؟ عيد الفطر. أحسنتم. عيد الفطر هو العيد الأول، والذي يليه هو عيد الأضحى. طيب بارك الله فيكم جميعا، وشكرا لكم أخي محمد بشير وكذلك أخي تجاني. طيب نذهب الآن إلى الذي يليه. الوحدة السادسة عشرة، العطلة. الدرس السابع والثلاثون بعد المئة. الحوار الثاني، انظر واستمع. اقتربت العطلة يا أبي. ما رأيك يا ندى، إلى أين نسافر؟ لدي فكرة، نسافر إلى مصر. لماذا نسافر إلى مصر؟ لنرى مصر ونهر النيل. موافق، فكرة طيبة. كيف نسافر إلى مصر؟ نسافر بالجو. السفر بالجو غال. إذن نسافر بالبحر، السفر بالبحر رخيص. كم يوما سنقضي في مصر؟ سبعة أيام. سبعة أيام، جميل. نسافر يوم السبت إن شاء الله. شكراً لك يا أبي. والآن جاء دورك، انظر واستمع وأعد. اقتربت العطلة يا أبي. ما رأيك يا ندى، إلى أين نسافر؟ لدي فكرة، نسافر إلى مصر. لماذا نسافر إلى مصر؟ لنرى مصر ونهر النيل. موافق، فكرة طيبة. كيف نسافر إلى مصر؟ نسافر بالجو. السفر بالجو غال. إذن نسافر بالبحر، السفر بالبحر رخيص. كم يوما سنقضي في مصر؟ سبعة أيام. سبعة أيام، سبعة أيام، جميل. نسافر يوم السبت إن شاء الله. شكرا لك يا أبي. طيب
استمعنا إلى هذا الحوار بين الأب وأبنائه أحمد وندى، فهؤلاء يتكلمون مع الأب. طيب سنكمل الوحدة السادسة عشرة العطلة الدرس السابع والثلاثون بعد المئة المفردات يسافر يرى نهر يقترب بالجو. طيب بالبحر. هذه مجموعة من الكلمات ذكرت من خلال المحادثة، يسافر يرى نهر يقترب، يقترب بمعنى be close to something so we call يقترب، بالجو وبالبحر. وسمعنا أيضا كلمتان أو كلمتين بالأصح، غال ورخيص، وهؤلاء عبارة عن two adjectives، عبارة عن صفتين، لكن واحدة بمعنى expensive والثاني بمعنى cheap. okay غال رخيص. طيب نكمل التمارين. أجب عن الأسئلة باختصار. السؤال الأول، متى تسافر الأسرة؟ ما رأيكم؟ يوم العطلة. يوم العطلة، أحسنتم. إلى أين تسافر؟ سافر إلى مصر. إلى مصر، أحسنتم. لماذا تسافر هناك؟ رأيكم؟ هل ستذهب للعلاج أم للنزهة؟ نهار إلى رحلة. إلى مصر والنهر النيل. أحسنتم، أحسنتم. ترى مصر ونهر النيل. ترى مصر ونهر النيل. كيف تسافر الأسرة؟ بالبحر. بالبحر، أحسنتم. لماذا لا تسافر بالطائرة؟ الطائرة الغالي. غال، نعم، إنها سعر الطائرة غال، لأن السفر بالجو غال. كم يوما ستقضي الأسرة في مصر؟ سبعة أيام. سبعة أيام. متى تسافر الأسرة؟ يوم السبت. يوم السبت. ومتى ترجع؟ بعد سبعة أيام. بعد سبعة أيام. بعد سبعة أيام. بارك الله فيكما وبارك في الجميع على هذه المشاركة. طيب نكمل. الوحدة السادسة عشرة العطلة الدرس الثامن وثلاثون بعد المئة الحوار الثالث انظر واستمع. أين ستقضون عطلة الصيف يا طلاب؟ إلى أين ستذهب أنت؟ سأقضي عطلة الصيف في القرية مع جدي، المكان هناك هادئ والهواء نقي. سأقضي عطلة الصيف في العاصمة مع عمي، سأزور المكتبات والمتاحف. سأقضي عطلة الصيف بين الجبال مع فريق الجوالة. سأقضي العطلة في مكة والمدينة مع أسرتي، سنعتمر وسنحج ونزور المسجد النبوي. سأقضي العطلة في بلدي، سأساعد والدي في المزرعة. عطلة سعيدة يا طلاب. عطلة سعيدة يا أستاذ. والآن جاء دورك، انظر واستمع وأعد. أين ستقضون عطلة الصيف يا طلاب؟ إلى أين ستذهب أنت؟ سأقضي عطلة الصيف في القرية مع جدي، المكان هناك هادئ والهواء نقي. سأقضي عطلة الصيف في العاصمة مع عمي،
سأزور المكتبات والمتاحف. سأقضي عطلة الصيف بين الجبال مع فريق الجوالة. سأقضي العطلة في مكة والمدينة مع أسرتي. سنعتمر وسنحج ونزور المسجد النبوي. سأقضي العطلة في بلدي. سأساعد والدي في المزرعة. عطلة سعيدة يا طلاب. طيب، استمعنا. عطلة سعيدة يا أستاذ. استمعنا قبل قليل، بارك الله فيكم، هذه الحوار بين المعلم أو ما يسمى المدرس وبين الطلاب، الطالب الأول والطالب الثاني والثالث والرابع والخامس. طيب، نذهب الآن إلى الكلمات الجديدة. الوحدة السادسة عشرة، العطلة. الدرس الثامن والثلاثون بعد المئة. المفردات: فريق، يساعد، مكتبات، مزرعة، جوالة، المتاحف، الجبال، العاصمة، يحج، أبناء. طيب، هذه الكلمات التي سمعناها قبل قليل ذكرت حقيقة في الحوار، يعني لدينا فريق، تيم، يساعد، هيلب، مكتبات، بلورال اوف مكتبة، مزرعة، جوالة، هؤلاء الذين يذهبون في خارج المدينة إلى الجبال أو إلى الحدائق، ويعني مثل مجموعات فنسميهم جوالة، المتاحف، بلورال اوف متحف، الجبال، العاصمة، العاصمة بمعنى the capital city، أيضا يحج، وآخر شيء لدينا أبناء. طيب، سوف نجيب عن هذه الأسئلة باختصار من خلال ما سمعناه قبل قليل في المحادثة. من سيقضي العطلة في بلده؟ من؟ هل هو الطالب الأول أو الطالب الثاني؟ لا، طالب الخامس. الطالب الخامس، ولنرى الجواب سويا. أحسنتم. ماذا سيفعل الطالب الخامس؟ ماذا سيفعل؟ سيساعد والده في المزرعة. أحسنتم، سيساعد والده في المزرعة. من سيقضي العطلة بين الجبال؟ الطالب الثالث. الطالب الثالث، ونرى الجواب. أحسنتم. من سيقضي العطلة في القرية؟ الطالب الأول. نعم، مع من هذا الطالب الأول؟ مع من؟ مع جده. أحسنتم. لماذا؟ لماذا؟ وجدي لما وحكي التواف. هناك هادي والأواه. التوافي. للطوافي. المكان هادئ والهواء نقي. المكان هادئ والهواء نقي. من سيقضي العطلة في مكة والمدينة؟ الرابع. الرابع، مع من؟ مع أسرته. ماذا سيفعل هناك؟ ونزور، تعمر، سيعتمر ويحج، ونزور المسجد النبوي. ما هذه العطلة؟
عطلة الصيف. عطلة الصيف التي تعتبر أطول عطلة لأي مكان آخر. طيب، بارك الله فيكما وبارك الله في الجميع. نكمل التدريب الأول. ضع علامة إكس أو خطأ على الكلمة الغريبة في كل مجموعة. يلا، لدينا المجموعة الأولى، أين الكلمة الغريبة؟ ما رأيكم؟ جبل. جبال وليس جبال. جبل. جبال. جبال. نعم. جبال. الكلمة الغريبة هي جبال. لماذا؟ أصدقاء، فقراء، أولاد. All of these are human. Okay. طيب number two، رقم اثنان. جوالة. 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 أحسنتم. نحن نتكلم عن شعبان، ذو الحجة، شوال، as Islamic month. ثلاثة. فقرات. أضحية. 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 أحسنتم. أضحية. أضحية. نعم. قرية، عاصمة، مدينة. هذه as things we can say، أو هذه لها علاقة بplaces، but أضحية شيء آخر. طيب، بارك الله فيكم جميعا. التدريب الثاني، صل بين الكلمة والصورة المناسبة. ما رأيكم في الصورة الأولى؟ مع واحد. مع واحد. أحسنتم. أحسنتم. طيب، الصورة الثانية. الصورة الثانية. بحر. مع نهر. أحسنتم. نهر. الصورة الثالثة. أضحية. أضحية. الصورة الرابعة. مصر. متاحف. أحسنتم. تيم. الصورة الخامسة. فقرات. فقراء. فقراء. باء. فقراء. والصورة الأخيرة السادسة. جبال. جبال. بارك الله فيكم جميعا. طيب، نكمل أيها الكرام. الوحدة السادسة عشرة، العطلة. الدرس التاسع وثلاثون بعد المئة. مفردات إضافية. المحرم. صفر. ربيع الأول. ربيع الآخر. جماد الأولى. جماد الآخر. رجب. شعبان. رمضان. شوال. ذو القعدة. ذو الحجة. طيب، هذه الأشهر الإسلامية أو Islamic calendar starting by رقم واحد محرم أو ما يسمى بشهر الله المحرم، بعد ذلك صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر رقم أربعة، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، رمضان الشهر التاسع، شوال، ذو القعدة، وأخيرا لدينا ذو الحجة. هذه الأشهر الإسلامية 12 شهرا. طيب، التدريب الأول يريد منا التالي، رتب الشهور. يلا، ارفع يدك يا أخي، من يريد أن يجاوب فليرفع يده. Raise up your hand. من يريد أن يجاوب، تفضل أخي تجاني، تفضل. صوتك أخي تجاني، تفضل أخي تجاني. محرم. أحسنتم. صفر. أحسنتم. ربيع الأول. ممتاز.
ربيع الآخر. ممتاز. في مدى أولى. ممتاز. مدى آخرة. ممتاز. رجب. أحسنتم. شعبان. أحسنتم. رمضان. ممتاز. شوال. أحسنتم. ذوالقعدة. أحسنتم. ذوالحجة. وذو الحجة، بارك الله فيك أخي تجاني. طيب، السؤال الثاني أو التدريب الثاني، أكمل الفراغ بقبل أو بعد، before or after. okay. يلا، من يريد أن يجاوب هذا السؤال؟ لنقل أحدهم منكم يأخذ من 1 إلى 4 وشخص آخر يأخذ من 5 إلى 8. يلا، من 1 إلى 4، محمد بشير لديك من 1 إلى 4، تفضل يا أخي محمد بشير. تفضل يا أخي محمد. رمضان رمضان قبل شوال. رمضان قبل شوال، لنرى الجواب. سنتم. طيب، رمضان شعبان. رمضان لا، رمضان قبل شعبان. رمضان قبل شعبان. شعبان بعد. قبل أو بعد؟ بعد. بعد شعبان. بعد شعبان. طيب، صفر ربيع الأول. صفر قبل ربيع الأول. قبل ربيع الأول. صفر محرم. صفر قبل محرم. صفر قبل أو بعد؟ بعد محرم. أحسنت بعد محرم. أخي محمد بشير، بارك الله فيك. أخي واسو، تفضل أكمل. نعم. 5 ذو القعدة. ذو القعدة. ذو القعدة بعد ذو القعدة بعد شوال. بعد شوال، أحسنت. جمادة. جمادة الآخرة. جمادة الآخرة بعد رجب. بعد رجب أو قبل رجب. جماد الآخرة قبل رجب. جماد الآخرة. جماد الآخرة. جماد الآخرة قبل رجب. قبل رجب، أحسنت. الثاني جماد الآخرة، فراغ جماد الأولى. جماد الآخرة بعد جماد الأولى. بعد جماد الأولى. رجب فراغ شعبان. رجب قبل شعبان. قبل شعبان، بارك الله فيك أخي. شكرا لكم جميعا. نذهب الآن إلى التدريب الثالث. أجب عن الأسئلة الآتية. هناك بعض الأسئلة. السؤال الأول، متى يصوم المسلمون؟ تفضل أخي تجاني. يوم رمضان. في رمضان، أحسنت. إذن متى يصوم المسلمون؟ في رمضان. طيب، متى الحج؟ ذو الحجة. في ذو الحجة، أحسنتم. ما أول شهر عربي؟ محرم. أحسنت. محرم. ما آخر شهر عربي؟ ذو الحجة. ذو الحجة، أحسنتم. طبعا الأسئلة الباقية من 5 إلى 8 تختلف حقيقة من دولة إلى أخرى، فربما إن هنا في البلد المملكة العربية السعودية تبدأ الدراسة في محرم، بينما في دولة أخرى تبدأ، فهي تعود يعني إلى سياسة التعليم في هذا البلد. طيب، نكمل بقية الدرس. التراكيب النحوية.
التدريب الأول، تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. المثال: كم عيدا في الإسلام؟ في الإسلام عيدان. طيب، المثال هنا التراكيب النحوية: كم عيدا في الإسلام؟ سوف نغير كلمة الإسلام، بماذا نغيرها؟ بالتي لدينا بالأسفل. في الإسلام عيدان، سوف نغير كلمة الإسلام عيدان بالتي لدينا. ماذا سوف نعمل؟ سوف نعمل على التالي: سوف نعمل على سرير، غرفة، طبيب، مستشفى، كتاب، الحقيبة. يلا، من سيعمل لنا ذلك؟ تفضل أخي تجاني. كم سريرا في الغرفة؟ أحسنت. في الغرفة سريران. أحسنت. ما في بقى سريران. كم طبيبا في المستشفى؟ أحسنت. في المستشفى طبيبان. ممتاز. كم كتابا في الحقيبة؟ أحسنت. في الحقيبة كتابان. كتابان، بارك الله فيك أخي تجاني، أحسن الله إليك. لنستمع سويا إلى إجابات أخي تجاني. التدريب: كم سريرا في الغرفة؟ في الغرفة سريران. كم طبيبا في المستشفى؟ في المستشفى طبيبان. كم كتابا في الحقيبة؟ في الحقيبة كتابان. كم معلما في الصف؟ في الصف معلمان. كم مهندسا في الشركة؟ في الشركة مهندسان. كم فرنا في المطبخ؟ في المطبخ فرنان. طيب، نكمل أيها الكرام. التدريب الثاني: اسأل كما في المثال. المثال: أين ستقضون عطلة الصيف؟ إذن سنكون سؤالا من هذه الجمل التي بالأسفل، مثل الجملة السؤال: أين ستقضون عطلة الصيف؟ سنغير يقضون أو يقضي أو تقضون عطلة الصيف، نغيرها بماذا؟ بهذه الكلمات: يقرأ الكتب، يغسل الملابس، يشرب القهوة. يلا، من يستطيع أن يعمل لنا ذلك؟ نريد بعض الكرام الآخرون. تفضل أخي تجاني. أين سيقرؤون الكتب؟ أحسنت. أين سيغلسون الملابس؟ أحسنت. أين ربون القهوة؟ أحسنت، بارك الله فيك. لنسمع الجواب سويا الآن. التدريب: أين ستقرؤون الكتب؟
أين ستغسلون الملابس؟ أين ستشربون القهوة؟ أين ستصومون رمضان؟ أين ستدرسون اللغة العربية؟ أين ستقابلون الطبيب؟ أحسنتم جميعا، بارك الله فيكم. رأيتم كيف كان السؤال؟ ستقضون، ستأكلون، ستشربون، ستغسلون، لأنني أتكلم as a second person for plural. The second person for plural. طيب، في هذا الجزء اليوم سوف نتوقف بإذن الله نحن وإياكم. جزاكم الله خيرا وكتب الله لكم الأجر والثواب. من لديه سؤال منكم فليتفضل. من لديه سؤال فليتفضل. إذن نراكم على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.